السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة انتوا وكل حبايبكم، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة وبتجيب لكم ارباح وبتجيب لكم استفادات شخصية لو انتوا بتربوا الطيور غواية وبتحبوا تربية الطيور. النهاردة هنتكلم عن حاجة هي مش معلومة بقدر ما هي خبرات هنحاول ننقلها ليكم في الفيديو ده. احنا في الفترة الاخيرة بنحاول ننقل ليكم الخبرات اكتر من المعلومات، لان الخبرات هي اللي بيحتاجها المبتدئين، واحنا في الفترة الاخيرة يعني بنحاول نركز اكتر على المبتدئين لان هم اللي بيبقوا محتاجين يعرفوا ازاي يتعاملوا مع الطيور بتاعتهم. هنتكلم عن تربية الكتاكيت وعن حاجة مهمة جدا في تربية الكتاكيت، وهي درجات الحرارة، بس مش درجات الحرارة بتاعة كل يوم، دي قلناها قبل كده في فيديو هتلاقوه في قناة طيور فوق السطح. لو دورتوا عن درجات الحرارة اليومية لتربية الكتاكيت هتلاقوا فيديو مخصص للموضوع ده، بس هنتكلم عن فكرة معينة اتسألنا عنها كتير، وهي ان الكتاكيت بتعرق والكتاكيت بتتلم على بعض كده وبتقعد في ركن يكون قريب من اللمبة اللي بتدفيه، ودي مشكلة متكررة جدا ان هم يتلموا عند اللمبة. وطبعا في اسباب للموضوع ده هنتكلم عنها. كل اللي عليك تعمل لايك على الفيديو واشتراك في قناة طيور فوق السطح وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات اللي جاية باذن الله، وما تنساش تعمل تعليق باي مشكلة عندك لو ما لقيتش ليها حل على القناة، ويلا بينا على فيديو النهاردة. النهاردة هنتكلم عن تركاية كده زي ما قلنا خبرة بنحاول ننقلها ليكم، وهي ملاحظة مهمة جدا ما بيلاحظهاش غير الناس اللي ربوا كتير جدا ويجربوا ان هم يربوا كتاكيت من صغرهم كتير ويربوهم تحت لوند، يعني مش في الصيف كده مثلا لما بنرميهم على السطح ولا في اي مكان، لان هم في الصيف بيستحملوا، خصوصا هم يعني بلدي كتاكيت البلدي تستحمل اكتر درجات الحرارة، بس كده كده هم في عمرهم الصغير لازم نهتم بموضوع درجات الحرارة دي وندفيهم كويس علشان ما ياخدوش اي برد، لان هم بيسيبوا امهم اللي كانت بتدفيهم وهم جوه البيضة ويطلعوا للعالم الخارجي، والعالم الخارجي لازم يكون في بديل للدفى يعودهم درجة درجة بالتدريج لحد ما يتعودوا على درجات الحرارة اللي موجودة في الغرفة اللي هم عايشين فيها او اللي موجودة في الجو عموما لو هم متربيين على السطح او في عشة فوق السطوح. طبعا الطبيعة بتكسب، يعني الام هي افضل من التدفئة الصناعية. لو نعرف نخلي الام تدفي الكتاكيت بتاعتها وتفضل يعني تدفيهم بشكل طبيعي ويكون الجو سامح لده هنعمل ده، لكن طبعا في البرد ده خصوصا ده هيكون صعب انه يتعمل، لان الكتاكيت بتبرد، خصوصا لو كتاكيت مناعتها ضعيفة او مناعتها يعني مش قوية، كتاكيت بيضة مش بلدي هتبرد وهتعيا مننا. لذلك احنا معظم التربية بتاعتنا بتكون باللوند. اول ما الكتاكيت بتفقس، ويمكن قبل ما تفقس بكام يوم كمان بتكون في الفقاسة، ويمكن من بداية اول يوم بتكون في الفقاسة علشان نكون مراقبين البيض. لذلك احنا بنحط لوند فوق البيض لحد ما يفقس، وبعد ما يفقس الكتاكيت بتطلع من البيض. بنسيب اللوند دي فوق الكتاكيت لفترات طويلة، ودي طبعا حاجة لازم نعملها، لكن المشكلة بقى والشكوى اللي جات لنا ان الكتاكيت بتعرق، بيجي لهم عرق شديد وبيفطسوا، ولان هم طبعا بيبقوا قريبين من بعض جدا. سبب الموضوع ده ان هم عايزين يتلموا تحت اللمبة علشان خاطر ياخدوا الدفى اللي هم كانوا حاسين بيه لما كانوا تحت الام، لما كانوا تحت الام وهم في البيضة. هم دلوقتي اتحرموا من الدفى ده، فبيعملوا ايه؟ بيروحوا عند اللمبة علشان يروحوا عند اللمبة لان هي مصدر الدفى بالنسبة لهم. بس الام بقى بالشكل الطبيعي بتاعها كانت بتسيبهم، الام كانت بتسيبهم تروح تاكل وترجع، تسيبهم شوية وتروح تاكل وترجع، يتهووا ياخدوا الهواء والحرارة الطبيعية بتاعتهم ترجع زي ما المفروض تكون. انما اللمبة بقى مش بتتحاش، اللمبة بتفضل على طول، اللمبة مش بتمشي زي البطة. لذلك
درءا للمشكلة دي لازم نحل المشكلة دي بإن احنا نعالج المسافة اللي بين اللمبة وبين الكتاكيت، علشان المسافة لما هتتعالج هما مش هيتعودوا قوي على اللمبة، اللمبة بالنسبة لهم مش هتبقى بديل للأم، هتبقى مصدر دفا بيعادل الدرجة ويخلي درجة الحرارة في المكان الكرتونة أو الأوضة أو أي حتة احنا بنربي فيها بيخلي درجة الحرارة مناسبة. واحنا في فيديو قديم قبل كده اتكلمنا عن الموضوع ده وقلنا لكم درجات الحرارة المناسبة للفراخ وللطيور علشان تعيش في درجات حرارة يعني تخلي صحتهم كويسة وما يجيلهمش أمراض. اتكلمنا عن الموضوع ده على القناة قبل كده في فيديو، لو دورتوا في القناة هتلاقوه بمنتهى البساطة والمباشرة. لما هتعرفوا درجات الحرارة، وأكيد طبعا معظمكم عارفها وكاتبها وكاتب الجدول، درجات الحرارة دي هنمشي عليها ونحافظ عليها وتفضل درجات الحرارة ثابتة على حسب اليوم، في اليوم الأول بيبقى كذا، في اليوم الثاني بيبقى كذا، في اليوم الثالث بيبقى كذا. دلوقتي احنا مثلا لو حطينا 10 لنط في المكان اللي بنربي فيه، هنقلل اللنط دي بالتدريج او نقلل القوة بتاعت اللمبة، لو هي لمبة واحدة نقلل القوة بتاعتها، لو هي 40 واط نخليها 35 واط، بعد كده نخليها 30 واط، علشان نعادل درجة الحرارة ونعمل درجة حرارة مناسبة للكتاكيت وهم في اليوم الفلاني، يعني هم في اليوم العاشر هيبقى اكيد مختلف عن اليوم الاول وهكذا. هنظبط درجة الحرارة ونخليها مناسبة في اول يوم في العمر لحد ما يكبروا يوم بعد يوم، وده احنا كده بنعالج المشكلة وبنخلي الكتاكيت تحس ان هي يعني درجات الحرارة حواليها طبيعية، وما نخليهمش يفتكروا ان الام لسه بتدفيهم وان هم لسه جوه البيضة، وده هيتعبهم جدا وهو اللي هيسبب مشكلة العرق وان هم يفطسوا وتحصل لهم مشاكل وهياخدوا برد في اول وقت يخرجوا فيه للهواء، لان هم واخدين درجة حرارة زيادة عن اللي المفروض ان هم ياخدوها. يبقى الحل زي ما احنا قلنا ان اللند نبعدها لمسافة متر، لو عندنا لمبة مثلا نبعدها لمسافة متر واحد، بكده هما هياخدوا الدفى وفي نفس ذات الوقت مش هيتعودوا على اللمبة بالشكل الاوفر اللي يخليهم يتعبوا لما يسيبوا اللمبة او لما اللمبة تبعد او لما يكبروا ويتدفوا بحرارة الشمس المباشرة. وهنخلي الحرارة ممنهجة ودرجات الحرارة ممنهجة زي ما قلنا في فيديو سابق، لكل عمر ليه درجة حرارة معينة لازم يعيش خلالها علشان ما يتصابش بالأمراض وعلشان مناعته تبقى قوية وعلشان لما يسيب درجات الحرارة دي يعرف يتعايش بعد كده مع درجة حرارة الجو ويكبر ويبقى عنده مناعة. طبعا ده كله زائد التحصينات المعروفة اللي بنديها للفراخ او الطيور بتاعتنا من هم عمر يوم لحد ما يكبروا علشان تمنع اي امراض من ان هي تصيبهم. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في قناة طيور فوق السطح وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات اللي جاية، ونشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.